يا عبد الملك، هو احنا عايشين ليه يا اسطى؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ يعني انت ما تعرفش احنا عايشين ليه؟ انا اسالك انت. طب بص بقى يا سيدي، احنا عايشين عشان ننجح وناكل ونشرب ونعبد ربنا ونشكره على كل ده. طب وايه الهدف من اني اشكر وامن بربنا؟ انت هتلحد يا ابني؟ مش الحال، لا انا بس شكلك ما عندكش اجابه. بص، عامه البر قال ان الايمان بالله يعتبر رفض لبعض شروط التناقض بين البشر والكون اللي هم عايشين فيه، بمعنى ان الايمان بالله شيء مفهوم هدفه ولكنه يعتبر انتحار فكري. اما كيركيجور قال ان دي حاجه مش مفهوم للبني ادم، يعني الايمان بالله شيء عبثي بيدخلنا في حاله صراع اننا نتاكد من صحه هدفه ولكننا مش قادرين نعمل ده، وبننتهي بالفشل الحتمي. لكن هما الاثنين اتفقوا على حاجة، إن اللي هما فيه ده مش هيوديهم للإيمان بالله ولا حتى رفضه، لما قالوا إحنا ما قلناش هنستثني. بس انت ملحد يا عبد. ترجمة